عقدت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرها الصحفي الأول مساء اليوم، والذي تم الإعلان خلاله عن التدشين الرسمي للحملة بجانب تفاصيل عمل الحملة خلال الفترة المقبلة. قد وجه السيد المرشح أن تكون حملته حملة غير نمطية، تقوم في المقام الأول على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري بما يعيد ويقوي لحمة 30 يونيو، وسيعتمد ذلك على كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، وأي شخص محب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءاً من هذه الحملة. وخلال المؤتمر الذي شهد حضوراً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة عن تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات بعدد تأييدات شعبية تجاوزت 1 مليون من مختلف محافظات الجمهورية، بجانب توكيلات من أعضاء مجلس النواب تجاوز 400 توكيل. بالنسبة لي تأييدات المواطنين فالعدد هو 1,130,105 مواطن، 740,000 بنسبة تزيد على 1/3 كانت من الإناث من السيدات، و 364,000 من الذكور بنسبة تجاوز 1/3 قليلا. أكبر شريحة عمرية أصدرت تأييدات للسيد المرشح الرئاسي كانت من نصيب من هم أقل من سن 35 سنة، سن الشباب، بواقع 514,000 تأييد، والفئة العمرية من 36 إلى 50 300,960 تأييداً. بالنسبة لي تزكيات السادة النواب فقد حصلنا على 424 تزكية، منهم 53 من النواب المستقلين و371 من النواب الحزبيين، منهم 106 نائبة و76 نائبا من الشباب أقل من سن 40. من جانبه أكد رؤساء الأحزاب الداعمة لترشيح السيسي عن تسخير كافة الإمكانات لدى الحزب وتقديمها للحملة الرسمية لمساعدتها على تحقيق أهدافها. كل مؤسسات الحزب، هيئاته القيادية في المحافظات مع هيئاته المركزية، واستقرينا على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية جديدة وواجب وطني علينا كحزب سياسي، من خلال تلك الرؤية التي استعرضنا فيها كل ما تم إنجازه في العشر سنوات الماضية. احنا عاملين خطة فعاليات في جميع محافظات مصر للتأييد، بعد موافقة وعرضها على الهيئة العليا للحزب والموافقة عليها هنبدأ ننفذها فور إعلان الرئيس اللي هو النهاردة، من النهاردة فعاليات في جميع المحافظات الجمهورية مصر العربية بيقودها شباب وقيادات حزب المؤتمر في تلك المحافظات. استقرار الوطن هو الأهم، ومش هيكون ده بالسهولة إلا إذا كانت قوى الشعب المتعددة والمختلفة في اتجاه واحد وفي مسار واحد لاختيار رئيس مناسب يمثل مصر في كافة المعترقات القادمة. وطبقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح حتى 14 من الشهر الجاري، على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الخارج ابتداء من 1 وحتى 3 من شهر ديسمبر، على أن تجرى في الداخل ابتداء من 10 وحتى 12 من شهر ديسمبر. من مصر عمرو موسى.